السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن درس أميرة والتلفزيون. تعالوا مع بعض نسمع الدرس. استيقظت أميرة مفزوعة وهي تصرخ وتصيح: أمي أمي! قالت الأم: مالك يا أميرة؟ أميرة: أنا خائفة يا أمي. الأم: ماذا حدث يا أميرة؟ أميرة: لقد رأيت الوحش المرعب. الأم: لا تخافي يا أميرة. وجلست أميرة مع أسرتها في يوم التالي تشاهد التلفزيون، فصاحت بصوت مرتفع وأشارت إلى الصورة في التلفزيون وقالت: هذا هو الوحش المرعب يا أمي. تعجب الأب وقال: كيف نترك أميرة ترى هذه المشاهد قبل النوم؟ فقالت الأم: سوف نختار لها ما تشاهد. وبعد ذلك كانت أميرة تنام نوما هادئا. طيب، احنا استفدنا من الدرس ده واتعلمنا منه ان احنا ما نتفرجش على اي حاجة في التلفزيون، نتفرج على البرامج الحلوة بس عشان ننام نوم هادئ. طيب تعالوا نشوف معاني الكلمات. اول معنى كلمة استيقظ يعني اصحو، زي ما جت استيقظت اميرة يعني صحت اميرة. تاني كلمة مفزوعة يعني خائفة، زي ما جت في الدرس استيقظت أميرة مفزوعة يعني استيقظت أميرة خائفة. يبقى استيقظت استيقظ يعني أصحو، ومفزوعة يعني خائفة. طيب تعالوا نشوف أسئلة عشان نثبت الدرس كويس. ضع علامة صح أو علامة غلط. هنحط علامة صح أو علامة غلط. استيقظت أميرة مبتسمة، هي أميرة صحيت مبتسمة. غلط، أميرة صحيت مفزوعة. كانت أميرة تنام نوما هادئا، أميرة كانت بتنام نوما هادئا. صح في الآخر بعد ما باباها ومامتها قالوا هنختار لها البرامج اللي هتشوفها، بدأت أميرة تنام نوم هادئ، يبقى صح. رأت أميرة الوحش المرعب في التلفزيون، هي أميرة شافت الوحش المرعب في التلفزيون. صح، أميرة شافت الوحش المرعب في التلفزيون. يجب أن نختار للأطفال ما يشاهدونه، لازم نختار الأطفال اللي هم يشوفوه صح عشان ما يتفرجوش على حاجات مرعبة، يتفرجوا على حاجات هادية عشان يناموا هادين. طيب بكده احنا خلصنا درس أميرة والتلفزيون. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس. لو فهمتوا الدرس وتتفرجوا على الدرس من نفهم.com هتلاقوا تحت الفيديو زرار مكتوب عليه فهمت، دوسوا على الزرار ده. شكرا.